يحارب بعض المتأسلمين المتشددين الرئيس محمد مرسي؟ هل يوجد بين التيارات السلفية من يسعى إلى تشويه صورة الرئيس؟ هل يتعمد بعضهم أن يباعد بينه وبين المعارضة كلما قدم بادرة طيبة؟ هل هناك من يسعى إلى إبعاد يد الرئيس كلما مد يده إلى القوى المدنية؟ هل قصد أئمة المساجد التابعة للأوقاف وللدولة بعد لقاء الرئيس مع المبدعين والفنانين أن يهاجموهم وينعتوهم بأقذع الأوصاف؟ هل قصدوا ذلك؟ فرحنا واستبشرنا خيرا عندما استجاب الرئيس لاستغاثة الفنانين والمبدعين، والتقاهم وسأل عن الفنانة إلهام شاهين واستنكر ما حدث معها، بل وأكد البعض منهم أنه سيقوم بانتخاب الرئيس مرسي في المرة القادمة، كان منهم الفنان حسين فهمي والفنان محمد صبحي. أنا شخصيا استبشرت جدا واستبشرت خير بالرئيس الذي استجاب للاستغاثة التي أطلقناها من هذا البرنامج، لكن لم تمض 12 ساعة حتى فتحت المساجد منابرها للهجوم على المبدعين وعلى الفن والفنانين مرة أخرى، وكأن دور أئمة الأوقاف هو إقامة الحدود على المواطنين وشتم الفنانين وليس هداية الناس. الرئيس محمد مرسي أبى أن يكتم كلمة الحق وقالها بأعلى صوت: حرية الإبداع خط أحمر، ومكانة الفنانين مصانة ومحفوظة. أثلجت كلمات الرئيس الذي نشكره على سرعة استجابته لنداءاتنا، أثلجت قلوب كل من حضر هذا اللقاء الذي عقده يوم الخميس الماضي، لدرجة أن أنا قلت أن حسين فهمي ومحمد صبحي قالوا له حننتخبك يا ريس المرة الجاية وحنصوت لك لصالحك. للأسف هذه السعادة لم تدم طويلا، فسرعان ما تعكر الحليب بسموم جديدة نفثها بعض أئمة المساجد في خطبة الجمعة بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيس مرسي بالمبدعين والمثقفين والفنانين. طالب هؤلاء بإقامة الحدود على الفن والفنانين. ما حدث ليس في مسجد واحد وليس في زاوية في مكان نائم، بل في مسجد مصطفى محمود الذي يصلي فيه الآلاف، حيث قال خطيب المسجد إن الفنانين يقدمون أعمالا محرمة تخالف شرع الله وهم من المفسدين، وصفا إياهم بأنهم منافقون ويقولون ما لا يبطنون وأنهم لا يحترمون الشريعة ويقدمون أعمالا لا يحترمون فيها الدين من أجل نشر الفساد بين المجتمع وتقديم أعمال فاضحة مخلة، ولابد من إقامة الحد عليهم وتطبيق شرع الله. ولا أعرف لماذا تذكر خطباء الجمعة فجأة الفن والفنانين، هل هي مؤامرة للقضاء على صوت أي إبداع أو أي معارضة؟ ولا أعرف على أي أساس دعا الشيخ إلى إقامة الحد عليهم، ولا أعرف أيضا لماذا يستنكر قادة الأحزاب السلفية ما يقوله هذا الشيخ وغيره في الخفاء ويرفضون التعليق عليه في العلن. هل هناك مؤامرة من المسؤولين بالصمت على ما يحدث وعدم التعليق عليه، وكأنهم يعطون هذه التصريحات شرعية رسمية؟ إلى متى يستمر هذا العبث؟ إلى متى نترك الحبل على الغارب لأشباه العلماء يلوثون الشرفاء؟ هل ننتظر حتى يلتقط فتواهم ضعاف العقول ويترجمونها إلى رصاصات تخترق رؤوس وصدور المبدعين والفنانين والإعلاميين ومواهب مصر التي لا تعوض؟ سؤال بطرحه عليكم. نرحب بضيفنا النهاردة، والحقيقة هو ضيف كريم، ونحن في الحقيقة أكثر من فرحنا لوصوله إلى مقعد الوزارة. كان ضيفنا اليوم ضيفا في هذا البرنامج وكنا دائما نفخر به،
يوم فاز بمقعد الوزارة كنا نشعر أن واحد من أبنائنا، من أبناء مصر، من أبناء الأسرة المصرية أصبح في منصب مرموق يمكن أن يكون لسان حال المصريين. كلنا كنا نرى هذا الأستاذ الموهوب، نراه الأكثر ثورية والأكثر تعبيرا عن مصر التي تغيرت، ولأنه حمل على عاتقه عقب سقوط النظام السابق أخطر ملف ننتظر نتائجه، وهو ملف الأموال المهربة إلى الخارج. ضيف اليوم هو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية سعادة الدكتور محمد محسوب. أهلا وسهلا معالي الوزير. أهلا يا فندم. معالي الوزير في بيتنا. أهلا وسهلا. إزاي سعادتك يا فندم؟ إحنا في منتهى الفخر إن حضرتك بدأنا هذا المشوار من سنة وشوية مع بعض، واليوم تجلس معنا وزيرا، وزي ما أنا قلت في المقدمة لسان حال المصريين الشرفاء. شكرا جزيلا للمقدمة الهائلة دي في الحقيقة، يعني الله يخليك يا دكتور، أبقى عند حسن الظن. الله يخليك. احنا عندنا أسئلة وأسئلة من الجمهور وحاجات كتيرة قوي، بس من حوالي 5 دقايق وعشر دقايق دكتور محسوب، طبعا كلكم تعملوا فولو لان انا عامله فولو للتويت بتاعه ومن التابعين له على التويتر، قريت تويته مهمه جدا يعني ريحتني. فاكره لما كنا بنتكلم على اللي بياخد ابره في اي حكومه لازم يرجعها للبلد، تويتت الدكتور على حساب شخصي بيقول ادعو كل شخص حصل على هديه بسبب عمله بالدوله ان يردها لخزانه العامه يكرم بها وجهه ويبرئ ذمته وسيشكر له شعبه ذلك. دكتور حسن البرنس في جماعة الإخوان قال تعليقا على قرارات الرئيس مرسي تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للمحاسبات وآخر للرقابة الإدارية، على كل حرامي من نظام مبارك تسليم ما سرقه بالذوق. هيسلمه بالذوق؟ والله يعني أنا عندي أمل كبير. أولا اللي تلقى هدايا، لأنه البعض للأسف حصل نوع من تمييع الشعور الوطني وتمييع الضمير الوطني. البعض كان يشعر أن ما يحصل عليه من هدايا بمناسبة وظيفته وكأنها حق لي، وكأنه يختلف عن السرقة. يعني البعض كان يسرق والبعض كان لا يسرق، لكنه يتقبل هذه الهدايا. هي هدية ولا رشوة؟ في الحقيقة في تراثنا الإسلامي هي رشوة بكل صراحة، لأنه يعني هل قعد في بيته، يعني لو كان قعد في بيته ولا كان حد هيكلمه حتى في التليفون بالضبط. فأعتقد أن من يقدم على الإعلان عن هدايا تلقاها بمناسبة وظيفته ويعلن عن استعداده لردها إلى الخزينة العامة، أعتقد هو حيقدم خدمة لنفسه وخدمة للوطن، لأنه سيشجع آخرين للقيام بهذا الفعل. بس يا فندم انا سمعت ان في واحد سنة حسنة بقى، يعني محدش يتلقى تاني هدايا. اعتقد لازم في حد يعمل حاجة، انا يعني اعتقد يجيب لنا حاجة كده حاجة. بس انا سمعت ان في واحد من المسؤولين الكبار هو دلوقتي، انا يعني قلت كده لانه في ناس رغبت، قالوا لي عندهم هدايا ورغبوا في ردها، ما قلتهاش من فراغ في الحقيقة. صحيح طبعا. احنا سمعنا انه لما تم تفتيش الخزنة بتاعة زكريا عزمي لقوا فيها ساعات بحوالي بملايين. احنا نعرف في الحقيقه انه كان في خلال الزيارات، بس هل دي تم يعني تحافظ عليها ولا؟ شوفي، الكشف عن مثل هذه الامور هو كشف عن جرائم لا يجوز الرجوع فيها بقى، خلاص بقت جرائم وامام النيابه العامه وامام السلطه المختصه. اما ان يبادر شخص تلقى هديه وضميره انبه واراد ان يساهم في المجهود الوطني وفي استعاده مصر لكرامتها واستعاده بنيان المنظومه الاخلاقيه للدوله المصريه وللشعب المصري وبادر بفعل ذلك، ده امر مختلف. وانا في الحقيقه ربما ارتب لما يسمى بالمزاد الوطني. هذا المزاد سيفتح، كل شخص يستطيع أن يرد ما حصل عليه من هدايا دون أن يذكر اسمه، ومش ملزم بأن يذكر اسمه ولا يذكر سبب تلقي هذه الهدية إيه ولا تاريخ ولا أي تفصيلات. يقدمها هذه هدية تلقيتها بسبب ممارستي لعملي في الدولة في وقت ما،
ودون أن يذكر اسمه أو يكشف عن شخصيته. طب يا فندم لما تكون القيمة كبيرة جدا، يعني بيقال أن في واحد الأوراق بتقول أنه حصل على 362 مليون جنيه هدية. قيمة هدايا. ما طبعا فيه يعني دي بقى لازم ناخدها منه بالعافية، يعني بالرضا اولا، ما كانش هيبقى بالعافيه، بالذوق على راي الدكتور حسن، على ما اعتقد الامور هتتطور بشكل يعني جدي في هذا الاتجاه وفي الكشف عن كل قرش سرق من الخزانه المصريه وكان يجب ان يدخل في الخزانه المصريه فلم يدخل، فبالتالي في فرصه ذهبيه قدام. يعني هو ده معنى المصارحه والمصالحه اللي حصلت في جنوب افريقيا. الناس كانت بتبادر تقول احنا تلقينا كذا وبنرده، وبالتالي الله سبحانه وتعالى غفور، يعني غفور رحيم. اعتقد اللي هيرد اهلا وسهلا، ممكن جائز والتوبه واجبه. بس في حد هيرد 362 مليون؟ انا عايز اقول لحضرتك عبد العزيز نور من مشاهدينا الاعزاء، احنا بنسميهم اولاد البرنامج او مش اصدقاء البرنامج، عيله بقى، عيله ناس بوك، بيقول لحضرتك مش حرام لما يكون معانا جمال وعلاء وعز في السجن ومش عارفين نقررهم الفلوس فين؟ يعني ان شاء الله هيسمع سمع خير قريب باذن الله. طب قول لنا خبر. لا سمع خير في هذا الملف بكامله. أيوه. بكامل ملف استرداد المال بكامله. انا عايزه اقول لحضرتك كميه اسئله لحضرتك، بس منها اسئله كتير جدا كلها بتتكلم على نقطتين: امتى هيطبق القانون؟ يعني صبري قلاده، امتى هيطبق القانون؟ توتو بولس، اين القانون في بلدنا؟ هو فعلا في قانون؟ ومتى سيفعل هذا القانون؟ احنا عايشين بالبركه وليس بالقانون. القانون في بلدنا لا تعمل لون ولا رائحه ولا بيستعمل في المحاكم وكله اهواء شخصيه. ما الوضع القانوني الحالي لمجلس الشعب؟ الوضع القانوني للقضايا المعلقه في مصر؟ ده يعني شوف حضرتك، هي البلد بلد قانون ولا بلد ايه؟ امير منشي. عايزة أقول لحضرتك الأسئلة حول القانون وتفعيل القانون جاية من ناس كتيرة قوي: غادة سليمان، خالد حسين الشاذلي، مصطفى نور، كل دول بيسألوا القانون. والأسئلة الأخرى اللي هقولها لحضرتك على ملف الأموال المنهوبة، عايزين بس نطمن خاصة بعد التقرير بتاع البي بي سي، يعني أثار فينا فزع أنه هذا يعني التقاعس من جانب الحكومة البريطانية وإحنا مش عارفين نعمل لها حاجة، ولغاية دلوقتي بيفتحوا شركات يا فندم، يعني في أعضاء وفي ناس في السجن دلوقتي بيفتحوا شركات وهم جوه السجن بأسماء أهلهم. البيت بتاع جمال وجمال مبارك ده ليه ما تمش وضع اليد عليه للحكومة المصرية؟ يعني كل المبالغ الشركة بتاعته التي ما زالت تعمل، فإحنا عايزين نعرف إمتى هنقدر، والأرقام اللي سمعناها في الثلاثين سنة الأخرانية كم مليار خرجوا من مصر؟ كم؟ يعني التقديرات مبالغ ليست بالقليلة، مليارات طبعا. انا باعتبار ان انا في منصب رسمي الان لن اتحدث عن ارقام اللي كنت بتكلم عليها قبل كده، باعتباري مجتهد في مجال التقييم، لانه انا دوري دلوقتي هو التدقيق في هذه الارقام والتثبت من صحتها اكثر او اقل. او يعني انا قريت رقم بيقول 340 مليار في ال 30 سنه الماضيه، منهم 75 في الكام سنه بتوع في العشر سنين الاخيره، 75 مليون في العشر سنين الاخيره. سويسرا يا فندم، واحنا اتكلمنا عليها هنا في هذا البرنامج، ال 700 مليون فرنك سويسري التي تم تجميدها في سويسرا مصيرها ايه؟ صحيح. عايزين نقول للناس بس حاجه تطمننا. طيب بدايه احنا عندنا حجم هائل للفساد. صحيح. ده حاجة. الله يكون في عونكم. وحجم هائل للأموال التي هربت، دي حاجة تانية. الأموال اللي هربت التي نسعى إلى استردادها. لها تقديرات ونحن نسعى إلى التحقق منها. وحجم الفساد في الدولة المصرية بتتكلم على تريليون وكسور. دلوقتي احنا بنتكلم حجم ما فقدته الدولة المصرية عبر يعني عقدين من الزمن، 20 سنة تقريبا. الأمر الثاني إنه ربما انه المشكله اللي مرت بينا في خلال 18 شهر اللي فات، يعني ما هو الفارق بين الجهد الذي كان يبذل والجهد الذي يجب ان يبذل؟ هو متعلق بعمليه الفهم. القضيه ايه؟ انا لا ابحث عن جرائم. لا ابحث عن جرائم اخذ عليها احكام واسترد على اساسها فلوس مهربه. وانما انا عايز استرد اموال
ناشئة عن فساد. واتفاقية مكافحة الفساد حاسمة في التمييز ما بين الحالتين. الاتفاقية دي بتستخدم تعبير واضح جدا اسمه International Assets Recovery. استعادة أو استرداد الأصول أو الأموال أو Stolen Assets. بينما في حاجة تانية اسمها إيه بقى؟ اسمها Assets Confiscation. مصادرة. المصادرة. المصادرة دي بتشير إلى أنها بتعالج قضايا جريمة، جريمة ثابتة في قانون العقوبات. لكن اتفاقية الفساد ما بتعالجش موضوع الجرائم، بتعالج موضوع أكبر من الجرائم وهو موضوع الفساد، corruption. موضوع الفساد ده هو بذاته جريمة دولية مش جريمة وطنية، وبالتالي مهمتها أنها تساعد الدول في أن تسترد الأصول اللي سرقت وهربت منها وأخفيت، تتبعها، تساعدها على تتبعها والكشف عنها والحجز عنها وحجزها ثم استردادها. هي دي المساعدة. وبالتالي احنا مش عايزين نغرق. الفترة اللي فاتت كانت مشكلتنا ان احنا غرقنا في الدولة الرسمية، يعني غرقت فيه هو ايه جريمة وايه اللي مش جريمة وايه اللي يجب ان يصدر بشأن حكمه وايه اللي مش لازم يصدر بشأن حكمه. هل غرقت ام قصدت التعطيل والتباطؤ؟ يعني خلينا احنا في موقف المسؤوليه لن نشكك في النوايا. القضيه الواضحه انه ما كانش في ادراك حقيقي ان احنا ازاء مفهوم اخر للبحث عن اموال مهربه. هو مفهول ان احنا بنسترد اموال نواتج الفساد مش نواتج جرائم محدده في قانون العقوبات المصري. وهو ده التمييز ما بين تطبيق اتفاقية الفساد أو تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد أو تطبيق العلاقة الثنائية بيني وبين دولة زي أسبانيا أو دولة زي سويسرا. فأنا بقول لسويسرا والله بسبب التعاون بيني وبينك أنا عايز أسترد ليا فلوس مسروقة عندك، فأنا برفع دعوة عندي أثبت أن الراجل ده مجرم لأن الأصل فيه الصلاح في سويسرا أنه رجل صالح وكويس وكان قريب من السلطة، دخل السلطة مفلس وبقى ملياردير من كده ومن تعبه، المفروض كده يعني في سويسرا. وبالتالي لازم أنا أثبت جريمة، أثبت عندي أنه هو عمل ثروته من مصدر غير مشروع وأقدم الدليل لسويسرا، وسويسرا تقيم الدليل والحكم عاجبها ولا مش عاجبها، يتوافق مع المعايير الدولية ولا لا يتوافق، وندخل في موال بقى موال. قد يصل إلى 10 12 15 سنة. دي قضية. القضية الثانية إن أنا أقول لا، أنا عندي التزامات دولية. أيوه. اسمها اتفاقية مكافحة الفساد. أيوه. تلقي على عاتق الدول الأخرى واجبات أن تساعدني على إن أنا أعمل تريسنج تتبع وأعمل كشف عن الأموال وأعمل تقييد لحركة هذه الأموال اللي هو التجميد وأعمل استرداد من غير كل الأمور اللي أنا بقول عليها دي. أيوه طبعًا. ليه؟ باعتبار إنه كان عندي نظام فاسد، فالأصل أن من كان يتبع هذا النظام أمواله منحرفة. حتى أيوة. يثبت هو العكس بقى. طبعا أيوة. مش أنا اللي أقعد أثبت أنه هو فاسد مصدر. وثورة قامت. هو اللي يثبت أنه كان عنده مصدر حلال واحد يربح منه هذه صحيح. الملايين. وبالتالي العبء ده لما يلقى على الدولة الأخرى في إطار التزاماتها الدولية أنا بقى غني أن أنا أروح أتعاقد مع مكاتب دولية، غني أن أنا عن ان انا اروح اخد اجراءات هناك واجراءات هنا واغرق في الاجراءات لمده عشرات السنين. دي قضيه مش هتبقى مقبوله في الحقيقه. وانا لسه حالا وانا جاي في العربيه في الحقيقه كنت حتى بقرا التعليق مقاله عن الاتفاقيه، مقاله منشوره في احدى الجرائد الامريكيه او الحوليات العلميه الامريكيه، تقول بالمعنى الواضح اللي انا بقوله ده انه هذا هو الفارق ما بين مصادره الجهد الدولي لمصادرة الأصول المسروقة أو الجهد الدولي لاسترداد الأصول المسروقة. استرداد الأصول المسروقة واللي كلمت عنه المعاهدة ده بيتكلم عن أصول ناتجة عن فساد مش عن جرائم. هو لا يبحث عن الجرائم وإنما نظام الشعب حكم عليه الفاسد. ما عادش بحد يقعد يقول لنا أصل إحنا لازم نحاكمه ونثبت إن المحاكمة كانت سليمة وبعدين نطلب بعد. طب لازم نتجاوز العقبات القانونيه في تقرير حتى العقبات اللي عايشونا فيها. انا عايز بس اشير كمان لتقرير الامم المتحده اللي طلع في 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 مارس لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحده اللي بيتحدث على انه عمليه استرداد شعب كان ضحيه الفساد، استرداده للاموال التي نهبت منه هي قضيه متعلقه بحقوق الانسان مش بس متعلقه بحقه انه يسترد الارشينات بتوعه لا، ده حقه كمان في الحفاظ على كرامته والحفاظ على حقوقه الاساسيه. يعني انا عندي 10 مليار اتسرق، مليار، 2 مليار،
هو ده مش من أموال الصحة ويؤثر في حق في الصحة، وده مش من أموال المدارس ويؤثر في حق في التعليم، وده مش من أموال الثقافة وحقي في الثقافة، مش ده من أموال البحث العلمي وحقي في الإبداع والبحث العلمي. وبالتالي الأموال المسروقة دي هي بتؤثر في صميم حقوق الإنسان، وعشان كده المجلس العالمي لحقوق الإنسان أصدر بيان كامل وقعت على غالبية دول العالم، وامتنعت بعض الدول عن التوقيع عنه، منها سويسرا، منها إسبانيا، منها إيطاليا، يعني أنا بذكر هو منشور على الإنترنت في الحقيقة. وبالتالي اللي بيفكر بيتعامل مع سويسرا على أساس أرفع قضية عنده وأرفع قضية عن ده، لازم يشوف موقف سويسرا من مثل هذا التقرير، وتقرير صادر عن الأمم المتحدة بأغلبية الأصوات. لما امتنعت هي مش عايزة تقتنع إنه لما تساعد مصر في رد أموال الدولة المصرية المنهوبة هو مساعدة في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان في الدولة المصرية. هم عايزين يتكلموا على منصات حقوق الإنسان الدولية ويجوا بقى أنهم مدافعين عن حقوق الإنسان، والدولة المصرية بتميز بين النساء والرجال، وأن حقوق مش عارف مين مهدرة وحقوق مين مش مهدرة، ويغنوا وكأنهم هم حماة حقوق الإنسان وإحنا مهدري حقوق الإنسان. لما نيجي نتكلم أن الفلوس التي سرقت متصلة بحقوق الإنسان يقول لك مش هنوقع. القضية غريبة، وبالتالي يجب أن يفهم مدى تعاونهم. أصلا أنا شفت شكر وجه لسويسرا أنا متحفظ عليه في الحقيقة، لأنه أنا لم أرى من سويسرا حتى الآن ما تشكر عليه. الأموال التي ظهرت قامت بتجنيد 700 مليون هي أموال ظاهرة، أموال ثابتة، أموال سائلة. وقضية دي بتاعت جمعية سوزان ولا فلوس جمال وعلاء؟ فلوس جمال وعلاء وآخرين، اللي هو التشكيل العصابي اللي هي بتحقق فيه، فهي جريمة وقعت على الأرض السويسرية، فما تقدرش تيجي. وهي تحقق في هذا الأمر، وفتحت على فكرة الملف ده سنة 2006 ثم أغلقته بضغط من النظام السابق. وبالتالي هي لم تقدم خدمة لمصر. أنا عايزة تقدم خدمة لمصر وتبادر من اللحظة الأولى إنه عندها 700 مليون دولار أو عندها 300 وشوية، تأكدت مليون يورو آسف فرنك سويسري أغلى شوية من الدولار، ثابت أنهم بتوع الدولة المصرية ما ترجعهم، ميزانية إجراءات قانونية ما ترجعهم، ثم نستوفي الإجراءات بعد ذلك. حضرتك كنت في السابق في اللجنة المدنية الشعبية لاسترداد الأموال، الآن وأنت وزير هل اختلفت الأدوات التي يمكن أن تدفع بهذا الملف في طريق يعني أسرع بكثير من السابق؟ في السابق كنا في المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب، مجموعة كبيرة من القانونيين، وفي الحقيقة اتبعنا طريق واضح جدا، هو الاستعلام وتوعية الشعب إن في قضية جوهرية اسمها قضية الأموال المنهوبة ويجب استردادها، و دون أن نبالغ في تقديم البلاغات وما شابه ما فعلته جهات أخرى، لأنه مش ما كانش ده هو قضيتنا، هو قضية دفع الدولة الرسمية، لأنه احنا فاهمين أن الموضوع ده هو دور الدولة الرسمية، دفع أولا التوعية لدى الشعب بأن ده موضوع جوهري، ثم دفع الدولة الرسمية لتقوم بدورها. أعتقد احنا حققنا نجاح في جانب، وبجانب آخر المرحلة المرتبكة التي مرت بها الدولة المصرية على مدار 18 شهر خلتها في الحقيقة تسير سيرا غير مرض في كل المجالات بما فيها هذا الملف ايضا. اعتقد ان احنا دلوقتي كان في تقاعس يا فندم، كان في تقاعس واضح طبعا. دلوقتي في دوله، في حكومه، في رئيس، على الاقل في جهات مسؤوله تحرك كل هذه الملفات طبعا. انا اعتقد يعني الملف يعني انا لو سالتك مين وراء التقاعس ما توقعش. طب خلينا نتكلم في الحال والمستقبل. دلوقتي الملف من اولويات الملفات لدى الرئاسه، وهو من أهم الملفات الموجودة على من ضغط الرئيس، وفي أولويات رئيس الوزراء. يعني عايز أقول لك إنه رئيس الوزراء بيكلمني كل يوم في الملف ده، كل يوم عملنا إيه، طورنا إيه، إحنا بنبني هيكل جديد للجنة يبقى عندها القناعة دي، مش قناعة إن إحنا نتخذ إجراءات قانونية، هي تهتم بالإجراءات القانونية، لكن القضية هو تنفيذ الالتزامات المطالبة بتطبيق الالتزامات الدولية على كل الأطراف الموقع عليها
في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واللي بتتجاوز مفهوم الجرائم إلى مفهوم حق الشعب الذي تعانى من الفساد في استرداد أموال. يا فندم، في احنا اتكلمنا برضو هنا، انا فاكرة كويس، في جمعية السلام بتاعت سوزان مبارك، وان موجود في حساب هذه الجمعية 997 مليون، والرقم موجود وواضح. وبعدين نلاقيهم يعني دي لو اترجمت هتبقى مليارات بالمصري. يعني ازاي بنحاكمها او بنطلب دلوقتي التحقيق معاها على ارض بلبيس؟ ليه ما فيش يعني قضايا فعلا عن المليارات دي اللي نبحث، وتيجي البي بي سي تقول كذا في كذا مليار هنا وكذا مليار؟ اسرة مبارك امتى هنقدر اللي احنا اتكلمنا عليه هنا؟ لو انا متذكر كويس، احنا اتكلمنا على كيفية اغلاق من شهر 9/2011 ل 12/2011، كيفية اغلاق جمعية او الحركة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام، اغلاق نشاطها في مصر بموافقة الجهات المختصة وأيلولة كل أموالها إلى جهة أخرى اللي هي المعهد الدولي للسلام. أيوة. وأثر ذلك على التحقيقات اللي بتجري بسويسرا دون إجراء تحقيقات في مصر. ده حاجة تجنن. هو ده اللي احنا هذا هو السؤال الذي طرحناه. طب ولم نتلقى إجابة حتى الآن، ونعتقد ان احنا هنتلقى إجابة قريبا ان شاء الله. يعني اتمنى يعني التصالح مع رموز النظام الفاسد. انا هنا في تحقيق في الاخبار مهم، والحقيقه اختلف في مؤيدون وفي رافضون. المؤيدين بيقولوا استرداد الاموال المنهوبه يغنينا عن المساعدات والقروض الاجنبيه، معناها ان انا اتصالح مع ناس سرقت او نهبت واتصالح معاهم رجعوا لي وانا اسيبكم يعني طلقاء. وايضا الرافضون بيقولوا ان الجرائم دي افسدت حياه المصريين ولابد من ان هم يدفعوا ثمن جريمتهم. ومستشار شيخ الازهر يقول لا باس من استعاده التصالح مع رموز النظام الفاسد. الى اي حد هيكون في تصالح؟ خلينا اقول الاول يعني هتصالح على ايه؟ اي انا مش عارف حاجه. الدوله المصريه يعني الدوله الرسميه احنا مش عارفين ارقام، احنا مش عارفين دخل ايه. عبد العزيز قال لك اهو روحوا اقعدوا معاهم في السجن قرروهم. لا 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 احنا لن نفعل ذلك. ايوه احنا هنعمل، اصل البعض دايما بيشير الى تجربه جنوب افريقيا. ايوه طيب احنا عايزين تجربه جنوب افريقيا. المصارحه ثم والمصالحة. ثم المصالحه. المصارحه يقولوا مصارحة يعترف. وانا اللي هتصرح وانا عندي معلومات. انا قادم من الشارع بعد الثوره، وبفضل هذه الثوره بقينا في مناصب، لكن لا نعرف حجم الاموال اللي هربت، وده راح لمين وده راح لايه. احنا هنبحث وهنبذل جهدنا وهنكتشف كل قرش. سنكتشف كل قرش في اي بقعه من بقاع العالم. الله عليك. وبالتالي اللي هيوفر علينا هذا الجهد ومن دلوقتي يقول لي والله احنا افتقتنا على حقوق هذا الشعب وخدنا المبلغ كذا مستعدين لرده بهذه الطريقه 1 2 3، ولا نطلب الا أن يعني السماح والعفو من هذا الشعب. أعتقد أن هذا الشعب يعني سيفكر 100 مرة لأنه شعب متسامح. لكن أنه حد بعد ما وصل لمئة جنيه يقول لي أنا ممكن أديك 100 جنيه وتعالى تصالح معايا؟ لا. أنا أخذهم بالطرق الطرق القانونية والسياسية ومش هتصالح معاك. طيب فقضية الأرض يعني أنا إذا اكتشفت المال لن أتصالح. إذا هو كشف المال وجه وتقدم بهذا المال ممكن افكر، بس كمان لازم بتبقى بضمانات، ما يكشفليش عن ربع المال ولا عشر المال ثم اكتشف بعد كده. طب انا ايه اللي يضمني؟ ما قال لك انا جمال مبارك قال انا مستعد ارجع 45 مليون. طب واحنا بنتكلم في مليارات. الارض اللي عمل قضيه عليها الاستاذ عصام سلطان. أيوة. النهارده قريت خبر ليه صغتين. انا الحقيقه قال لك ايه، جمال وعلاء يتنازلان عن الارض، ارض الطيارين، جايين دلوقتي بيقولوا لنا خدوها بعد ما اتعملت القضيه، وام ضروري. وخبر اخر بيقول ايه، سحب الارض منهم. هو المفروض تتسحب منهم، هم ما بيتنازلولناش عن حاجه. بالظبط. انا اعتقد اولا هو ملوش حق يتنازل لانه ده مال الدوله كده كده هتاخده منه. هو ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو المصادره. وده هيبقى في تصالح فين؟ هنا هقع تحت يعني نص اتفاقيه مكافحه الفساد ماده 13 اللي بتقول انه لا يجوز التسامح مع الفساد.
طالما انا وصلت وكشفت الفساد فبالتالي هتصل عليه. وعندنا حتى قاعده في السياسه الشرعيه في الفقه الاسلامي يقولوا اذا بلغت الجريمه السلطان فلا عفو. فبالتالي السلطان حط ايده على الفلوس وعرف مصادرها وبتاع وناقص بقى حبه اجراءات عشان يستردها اتصل عليه. لكن واحد بادر واظهر كل فلوسه ساعتها قد نبحث الامر، لكن اظهر كل فلوسه ازاي؟ لا يعتقدن معتقد انه هيقول لي والله انا عندي مليار هرد اهو فاقول الحمد لله هاتهم يلا نقفل المحاضر. لا لا لا، نحن لسنا بهذه السذاجه. احنا ربما لا نعلم تفاصيل اللي هنصل اليها ان شاء الله، لكن نعلم حجم التجريف الذي حصل في الثوره في الثروه المصريه على مدار العشرين سنه. نعلم حجم الاصول الانتاجيه التي بددت او بيعت او خربت. نعلم حجم الاراضي وحجم القروض. هذه احنا الحمد لله في ايدينا ادوات دلوقتي نعرف الاموال اللي خرجت. هل هنرى تغيير مثلا في ملفات كبيره زي طبعًا. المراجل البخاريه زي هذه الـ 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 يعني القضايا التي رفعت وتم الفوز بها، ووزاره الدكتور عصام شرف قال لا مش عايزين نرجع حاجه ومش عايزين نخليها، يعني هل هتتفتح الملفات دي تاني؟ لان دي يعني مثلا شركه زي المراجل البخاريه دي مش مجرد شركه براس مال واسيتس عندها اصول ضخمه جدا، الارض نفسها ارض يعني من اعلى قيمه الارض اللي موجوده في مصر على النيل. صحيح. خليني اقول انه كل الملفات يمكن ان تفتح، لكن في نفس الوقت احنا على درايه بان الاقتصاد المصري محتاج الى الدعم، ومحتاج لما نفتح حاجة نفتحها بحرص دون أن نفجر الأمور، وعلى علم بأن بعض المستثمرين اللي ما كانوش في السلطة، أنه الفاسد هو الشخص اللي كان في السلطة وبيحوز قدر من السلطة سواء رسميا لأنه كان وزير أو كان مدير أو كان رئيس، أو بشكل فعلي لأنه كان نائب وكيل عن رئيس، كان واجهة مالية ليه، كان مقرب منه، كان يستمد نفوذه التجاري حتى. في بعد كده رجال أعمال في الناحية الأخرى أخطاء. هذه الأخطاء لرجال الأعمال إذا ردت حقوق الدولة، الدولة هنا قادرة على التصالح، قوانين هنا مطبقة بشكل تلقائي وقوانين عالمية وقوانين محلية، فيهاش أي مشكلة، لأنه الخطأ وارد والخطأ الشديد وارد والعقوبات على الخطأ واردة والتعويض عن الخطأ وارد والتصالح على كل هذا وارد بالحفاظ على حقوق الشعب. الفساد هو القضية الكبرى. طب لما يكون في حد كان جزء من منظومة الفساد، يعني أنا هقول لحضرتك مثلا وزير البترول السابق سامح فهم، ده كان بتجيله أوامر وخطابات، وأنا شفت بعيني يعني خطابات بيقول له مستعد أجيبها لحضرتك، وقع سلم تعاون في إنهاء صفقة الغاز مع إسرائيل ومع شركة الشرق الأوسط المتوسط دي بتاعت حسين سالم، شرق المتوسط اعمل أوامر. الراجل ده كان بينفذ أوامر، إيه ذنبه هو النهاردة في حاجة زي كده؟ أنا بديك مثل في منظومة الفساد، إن في بعض الناس كانوا بينفذوا عبد المأمور في نفس الوقت ملف الغاز ده. هنعمل يعني مثلا حسين سالم احنا عارفين برضو فاكت انه عنده 24 مليار دولار في سويسرا، طيب ما ده نتيجة اتفاقية الغاز اللي احنا عارفين تفاصيلها وعارفين كسب كام بالظبط وباع ايه وخد الترخيص ببلاش وباعه بكام، يعني عارفين قصة اتفاقية الغاز، ده ملف فيه مليارات. صحيح. في قضية حسين سالم بس على سبيل المثال، لو عرض على بفرض يعني عرض على الدولة المصرية المبلغ اللي باع بيه نصيبه في شرق المتوسط وقال لهم خدوا المبلغ ده وهو ضخم يعني 4 مليار ولا حاجه دولار، خدوا المبلغ دوت ونتصالح، ده كلام مقبول؟ لا مش مقبول طبعا، لانه هو عمل بعد المليار ده احنا عايزين كل قرش اكتسبه عشرات المليارات من استغلال نفوذه داخل الدوله المصريه. ايوه طبعا، وده مفهوم اللي يمكن ان نتحدث عن المصارحه والمصالحه وقتها. انا عايز اقول انه لا يعفي من الجريمة انه واحد مسؤول وده مسؤول سياسي، ده مش موظف وعنده رئيس اداري، ده مسؤول سياسي ومؤتمن سياسيا، ويجي رئيس الدولة يقول وقع هذا العقد وهو يعلم انه
مضر ضررا بالغا بالمصالح القومية المصرية، مش بس بالنواحي المالية وإنما بنواحي سياسية بنواحي أمنية، ويفعل ذلك. أنا عايز أقول حالات حصل فيها في الولايات المتحدة الأمريكية كبار رجال الدولة أحيانا رفضوا أوامر الرئيس عندما اتخذها في ظرف ما، كانت واقعة مشهورة أيام نيكسون يعني. وبالتالي كل واحد في السلطة العامة بيطبق سياسة عامة للإدارة المشتركة ماشي، لكن إذا شاف أن الرئيس كما كان وقتها بيعطي أوامر ويدفع لإبرام عقد زي عقد الغاز، يوفر فيه الغاز لدولة مجاورة بينما شعبه ما عندوش الغاز، بينما التطور الصناعي للدولة المصرية يحتاج إلى توفير مصادر للطاقة، لا يبقى الكلام ده بيضر الأمن القومي، يبقى كان لا يجب عليه أن يقبل ذلك، كان بكل بساطة يستقيل ويشرح ذلك لشعبه، إذا مش قادر يشرح على الأقل يستقيل ولا يخط بقلم التوقيع وبعد كده يقول أصل الرئيس أمرني. الرئيس مش رئيس إداري، رئيس الدولة دي وظيفة والوزير دي وظيفة، وكل وظيفة هي وظيفة سياسية وأمامها في المقابل مسؤولية سياسية قدام الشعب، حتى لو لم يتلقى أي يعني فوائد ولم يتلقى رشاوى ولم يتلقى اي حاجه. وتلقى تلقى العطيه، ما هو احيانا بتبقى معنويه يعني، الرشوه دي معنويه، تلقى قبول الرئيس واستمراره في منصبه فترات طويله، تلقى الرضا من الرضا السامي، فبالتالي هو ده كان الثمن. اللي انا فهمه من كلام حضرتك ان انت ضد فكره التصالح مع رموز النظام الفاسد، لأنه من يرتكب جرم وفساد لابد أن يعاقب عليه. هو أنا مش عايز أحطها بالشكل السك ده، يعني ده. إلا إذا أنا عايز أقول إن في مواقف تاريخية تجعل الشعوب تغير من وجهة نظر. نحن ننتظر مثل هذه المواقف، مواقف تاريخية، مواقف تاريخية نتمنى تتجاوز بقى موضوع العقوبة وهو ده ما يحقق المعنى بتاع جنوب أفريقيا، المصارحة. مصارحة تحقيق معنى المصارحة يجعل الشعب يفكر بطريقة مختلفة. لكن حد يعرض عليه في السجن ويقول له والله طب ما أنا عايز أدفع مليار ولا 2 مليار وتتصالحوا معايا، طب وما تبقى؟ الحقيقة يعني الأخبار فيها عناوين بكرة، مستشفى للفلاحين وأخبار سارة للمزارعين، أخيرا افتكرنا شعب مصر العظيم اللي تحمل ما لا يحتمل. الكتتني يعلن عودة البرلمان بحكم قضائي قريبا، أيضا هذا في اليوم السابع الكتتني مجلس الشعب سيعود بحكم قضائي، ورئيس اللجنة القانونية بالحرية العدالة سنفجر مفاجآت في جلسة 22 سبتمبر وسيد يقول باب الالتفاف مغلق. الحقيقة ده خبر مهم جدا يا فندم، وعايزة أسأل حضرتك عليه لأنه برضه هو موجود في المصري اليوم، يعني في كل الصحف بنجد في المصري اليوم أنه نفس الخبر منشور، وطبعا على فكرة في المطار يترقب إضرابا جديدا اليوم، وعمال الخدمات الأرضية يعطلون 15 رحلة، خلي بالكم إذا كان في حد مسافر. الحكومة تضع برنامج 100 يوم لوضع أسس حل المشاكل، مؤسس الصاعقة عقب تكريمه الرئيس رد اعتباري، ولو كان الرئيس قد قرب الفنانين وأبعدنا فتلك مصيبة، ده كلام عبدالله بدري لمرسي، لم نبايعك لنصرة الفنانين، ده موضوع واسع جدا عايزين نتكلم عليه. أنا عايز أسأل حضرتك، هل سيعود البرلمان بحكم قضائي طبقا لتصريح الدكتور الكتتني النهاردة؟ والدكتور الكتتني صرح لليوم السابع قائل الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أنه البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائي، وأضاف في تصريح مقتضب أن هناك عددا من القضايا التي تنظر في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب. عندنا طعن ضد الشورى والطعن ما ينظر في القضاء الإداري ببطلان مجلس الشعب، عندنا المجلسين، هل سنرى عودة للبرلمان بحكم قضائي؟ وهل يمكن أن يتم حل مجلس الشورى بالطعن الموجود؟ تصور حضرتك. أولا مجلس الشعب، عودة مجلس الشعب، أنا أعتقد أنه
صعب الدكتور الكتاتني يقول انه عوده مجلس الشعب سيعود بحكم قضائي، لانه يعني لا يمكن لاحد ان يتوقع توجه الحكم القضائي ولا يبقى حكم مسبق يعني ومطلع عليه في الكنترول. واحنا في دوله القانون لا احد يطلع على احكام القضاء في الكنترول، وانا لا اعتقد يقدر يطلع خالص، ولا الدكتور سعد الكتاتني ولا رئيس الجمهوريه ولا دكتور ولا رئيس الجمهوريه خالص. احنا في دولة القانون الأحكام لا ترى في الكنترول، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الكلام ده صدر عن دكتور كتاتني، لكن يعني لغة الصحافة أحيانا لغة أولة يعني يمكن لها أوجه، فبالتالي ربما قال كلمة فالبعض فسرها في هذا المعنى. أنا أعتقد أنه القضاء في هذا الموضوع هو صاحب الموقف، يعني هو قرر حل المجلس وقرر إلغاء قرار الرئيس بعودة المجلس، ده القضاء، وتنظر أمامه قضايا الآن قد يقبلها قد يرفضها قد يؤجلها، ده أمر في علم الله. المستشار حمد الجمل يا فندم بيقول لا أعرف كيف سعاد مجلس الشعب بحكم قضائي من أي محكمة، حيث لا تختص أي محكمة في مصر بالتعني في حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا. طب ده حكم صادر من المحكمة الدستورية، لكن الرئيس كان هيعيد مجلس الشعب ورفضت برضه المحكمه. طيب احنا دلوقتي عندنا مواقف قضائيه واضحه. ايوه صح. الرئيس بقى عنده سلطه التشريع، ما يقدرش يرجع المجلس الشعب. لا، سلطه التشريع لا تعني ابدا ان هو يعيد مجلس الشعب، سلطه التشريع ان هو يقوم مقام مجلس الشعب، يصدر قانون. أيوه. مجلس الشعب لا ياتي بقانون. أيوه. مجلس الشعب ياتي بالاراده الشعبيه. ايوه. لكن ومجلس الشعب لم يحل بقانون، وانما حل ب بناء على حكم الدستورية العليا، صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم استعاد رئيس الجمهورية المجلس فصدر حكم تاني من المحكمة الدستورية العليا باعتبار قرار بوقف قرار الرئيس باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها. لكن الوقف ده ده في أمر مستعجل، ممكن تنتهي المحكمة إلى في الشق الموضوعي بقى إلى أنه قرار الرئيس كان سليم، إذا يعاد مجلس الشعب وقته. فاذا في امكانيه من الناحيه القضائيه، وان كانت امكانيه ضعيفه جدا، في امكانيه طبعا من الناحيه القضائيه، كل حاجه فيها انه يعاد او التلت بس اللي يعاد انتخابه والباقي يرجعه، في امكانيه من الناحيه القضائيه والقانونيه الصرفه كراجل قانون، في امكانيه. وان كانت امكانيه بعيده جدا، لان تناغم الاحكام القضائيه التي صدرت ربما لا تسمح بذلك. تمام. لكن انا اعتقد انه احنا امام يعني خلينا أقول أمام برنامج واضح جدا، برنامج واضح بدأ بقرارات الرئيس يوم 12، القرارات اللي استعادت الروح المدنية للدولة المصرية، ثم بعد ذلك واضح أنه إحنا مقبلين على عملية إنهاء الدستور في خلال شهر شهر ونص، وواضح بعد كده أنه هيبقى في استفتاء، وبعد الاستفتاء بفترة محدودة اللي هي هتقدر بأقل من شهرين هيبقى عندنا برلمان منتخب. فالرؤية، هذه الرؤية الواضحة، أنا يعني أرجو أنه إحنا ما ندخلش في معارك إعلامية أصل كذا قد يعود وكذا قد لا يعود. أنا اللي يهمني أن أنا عندي برنامج واضح أمام الشعب المصري، أنه في قبل نهاية هذه السنة غالبا ستكون كافة مؤسسات الدولة المصرية قد اكتملت وفقا لدستور يوزع السلطات ما بين رئيس ورئيس وزارة ومجلس شعب أو برلمان، خلينا نقول برلمان بشقيه بغرفته، إذا بقي مجلس الشورى في صورة بقى مجلس الشيوخ كما هيغيروا اسمه الجمعية التأسيسية. بس هيبقى مجلس الشورى هيتغير اسمه، لكن الأعضاء هم هيفضلوا ولا هيعاد انتخابه من أول وجديد؟ أنا بقول برضو فيش كلام يقيني، إحنا بنتكلم على الاتجاه الغالب في الجمعية التأسيسية إنه البرلمان سيبقى بغرفتين، باعتبار إنه المسيرة الدستورية للدولة المصرية سنة 23 كانت بغرفتين. الحالي ده لا، بقاء مفهوم البرلمان، مفهوم البرلمان ان هيبقى في برلمان حاجه اسمها مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، عنده سلطتين. ايوه، سلطه التشريع وسلطه الرقابه، استجوابات وسحب الثقه واسقاط الحكومه وكذا. وعندنا غرفه اخرى بيسموها المجلس الكبير، مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ. هذا المجلس عنده سلطه التشريع فقط، مش شورى بقى، الشورى بقى لا، سلطه تشريعيه حقيقيه، باعتبار مجلس الشعب هيبقى موزع ما بين السلطه التشريعيه ودور الرقابه، فدي بتاخد مجهود كبير. مجلس الشيوخ بيبقى تشريع،
بيبقى أكثر يعني تخصصا، ومن ثم بعد الموافقة على القانون مجلس النواب يذهب إلى مجلس الشيوخ ليدقق فيه مرة أخرى، وبعد موافقة المجلسين زي غالبية الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية زي فرنسا على سبيل المثال لازم المجلسين، بعد كده بيصدر يعني القانون الشيوخ الجهة المختصة. هيراجع كل تشريع وكل قانون يصدر عن مجلس الشعب طبعا. فهيبقى فيه يعني تشيك اند بالانس، وقد يعني تكون له سلطات اخرى متعلقه بان هو تقدم اليه تقارير متعلقه بالمجلس القومي لحقوق الانسان، تقدم عليه اليه تقارير. طب لو الشيوخ رفض لمجلس الشعب يعني هو اللي القول الفصل في الموضوع للاثنين لازم يقبل. طب لو الشيوخ رفض خلاص القانون يعاد لمجلس الشعب اللي يناقش مره ثانيه، وبعدين وبعد كده لازم قبول مجلس الشيوخ. يبقى مجلس الشيوخ هيبقى اقوى من مجلس الشعب. لا 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 ابدا لا ابدا. ما هو لو ما فيش مجلس الشعب وافي مجلس الشيوخ برضه ما ملوش لازم. ايوه فدور التشريع هيبقى موزع الى الغرفتين زي بالظبط المسيره المصريه اللي كانت من سنه 23 لحد سنة 54 كان عندنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ايوه عشان كده حركة التشريع التشريعات الراقية اللي احنا بنشوفها. انت شايف القانون المدني، عندنا قانون مدني صادر في مصر من سنة 48 ايوه ما تعدلش فيه حرف سنة 48 لدلوقتي عشان صادر من مثل هذه المجالس الراقية. الحقيقة الدكتور الكتاتني بيقول تصريحاتي بعودة البرلمان ده في اليوم السابع تصريح عاجل، تصريحاتي بعودة البرلمان ليست استباقا للأحكام القضائية زي ما حضرتك قلت بالظبط، إنه كان يقصد عبر تصريحات الصحفية التأكيد على حق محكمة القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب. يعني زي ما حضرتك يعني تصحيح كان مطلوب. فدلوقتي احنا هيبقى عندنا مجلس الشورى ومجلس الشعب في الجمعية التأسيسية يا فندم، وحضرتك مقرر في الجمعية التأسيسية ولجنة نظام الحكم بتدرس تفاصيل أداء هذه المجالس. احنا شفنا مجلس الشورى دلوقتي اندفع فجأة بيشكل المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى مجلس حقوق الانسان، مجلس الصحافه، وايه القرار الثالث المجلس الثالث اداره الصحف القوميه، رؤساء مجالس اداره الصحف القوميه. اولا ليه ما كان هذه العجله؟ وبعدين الناس دي خلاص اتعينت مجلس الشورى، حتى لو اتغير مجلس الشورى هم هيستمروا. لا مين قال كده؟ ازاي؟ قالوا لنا كده. اولا هذه السلطه ايوه مش هتبقى عند مجلس الشورى ثاني، اللي هو هيبقى مجلس الشيوخ. ايوه خلاص انتهى الموضوع. ايوه والدستور الجديد سينشئ مؤسسات بديله لكل هذه المؤسسات اللي انت شايفها. ايوه. بدل المجلس الاعلى للصحافه يبقى في مجلس جديد بتشكيلات مختلفه تنتخب من بين الصحفيين انفسهم. وبالتالي انتخاب. ما فيش جهه بعد كده هتعين حد. ايوه. هي دي مشاركه الشعب بقى. ايوه. ان الشعب المنظم ما فيش جهه هتعين بالظبط. يعني مجلس الشيوخ ولا مجلس الشورى مش هيعين حد. خالص. لان في علامات استفهام على التعيينات اللي احنا شفناها. ايا كان ما ايا كان حضرتك وصفت تعيين الشورى لرؤساء الصحف القوميه من موروثات النظام السابق. صحيح. أيوة. صحيح يعني هذه السلطه من موروثات النظام السابق. ايوه هيعمل ايه مجلس الشورى دلوقتي؟ مضغوط عليه احنا عايزين تغييرات وفي كل يوم مظاهرات عنده وبتاع. فعمل لجنه قدمت اليه اقتراحات اصاب واخطا. ما هو لازم قراراته تصيب وتخطئ. لان الخطا الاكبر هو ان احنا نوكل الى مجلس الشورى انه يعمل كده. ما كانش يصح، ما فيش نظام ديمقراطي محترم. مجلس الشورى اللي هو معين تلته وهو دلوقتي ما فيهوش تعيينات حتى التلت مش معين. يقوم بتعيين المجلس الأعلى للصحافة أو يقوم بتعيين رؤساء تحرير الصحف أو يقوم بتعيين مجلس القومي لحقوق الإنسان، ما فيش الكلام ده خالص. في الديمقراطية أحد يعني أركان الديمقراطية وعناصرها هو إن الشعب ينظم نفسه. إنه في مجال الإعلام يبقى عندنا مجلس أعلى للإعلام منشأ ومكون من الهيئات الإعلامية نفسها، من الإعلاميين أنفسهم، من مالك القنوات، من الوكالات الإعلانية، هم اللي بيختاروا ممثليهم، وهو ده المجلس اللي بينظم المهنة ويعطي التصاريح ويراقب ويضع مواثيق الشرف مجلس. ويعاقب طبعا وبعيد عن الدولة، ملوش دعوة بالدولة، وده الاستقلال. طب ازاي لأن الدولة لو سيطرت عليه يعني تحارب تضارب المصالح؟
يعني انا لما اكون انا صاحب قناه ولا صاحب صحيفه ولا وفي المجلس ده وجاي حد عايز ياخد تصريح بصحيفه جديده ارى انها هتكون منافسه ليا ممكن اعطلها؟ ده هينظمه بقى يعني الدستور هينظم تشكيل هذا المجلس. ايوه واحنا هنطلع احنا بنجهز دلوقتي. أيوة. عندنا في الوزاره قانون اسمه قانون تعارض المصالح. أيوة. بيه كل تعارض المصالح في كل حاجه. النيابه والوزاره. مثلا الوظيفه العامه ويبقى في لجنه مشتروات مش عارف ايه. القضاء ومش عارف كل اوجه تعارض المصالح هنحطها في قانون واحد عشان ما يبقاش حد اي حد عنده صوره من صور تعارض المصالح لازم ينسحب بشكل مباشر. طب يا فندم مش من الاصل ناخدها من المصدر وعشان نتجنب تضارب المصالح الناس اللي يكونوا في المجالس دي كلها اللي هتبقى انتخابيه وعظيمه وكل حاجه يكون بالضروره لو هم دخلوا المجلس لازم ما يبقاش ليهم علاقه باي مصالح، يعني لازم ما يكونش يعني زي الناقد اللي مفروض انه بينقد الفيلم او بينقد الكتاب ما يكونش هو نفسه بينتج فيلم يعني ما ينفعش ما دي الشروط ما دي الشروط اللي هيحطها القانون اللي بتنظم عمل الهيئات دي. لكن في النهايه الدستور بيعمل ايه؟ الدستور بينشئ المؤسسه او بينص على ضروره انشاء مؤسسه ويحط لها ضمانات الاستقلاليه عن الحكومه والسلطه التشريعيه وكل حاجه. وبعد كده يجي القانون ينظم عمليه اختيار الاعضاء وممثليه وكل حاجه. دي اخبار كويسه قوي يعني هنشوف بقى مجلس وطني للاعلام، المجلس الاعلى للصحافه، مجلس حقوق الانسان، كل ده من المهنه نفسه من أهل المهنة نفسه. لأن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ثلاث أرباعه مش من أهل المهنة. أنا عايز أقول حاجة غريبة جدا. المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي. هو مجلس حكومي مخالف أصلا لقواعد المجلس الدولي لحقوق الإنسان. أيوة. أول حاجة فيه لازم يبقى مستقل. أيوة. تمام. لكن هذه مرحلة وسيطة يعني دلوقتي. يعني حضرتك ضد التشكيل الحالي؟ لا انا مش ضد التشكيل، انا ضد الكونسيبت المبدا. المبدا خليني اقول لك خليني اقول لك احنا عندنا وزير اعلام وانا ضد مبدا وجود وزير اعلام. لكن وزير الاعلام دوره حاليا وهو قال في كذا لقاء في الحقيقه انه دوره ان يكون اخر وزير اعلام. ايوه والنهارده قالها لازم في مرحله انتقاليه. ايوه قالها النهارده تاني المجلس القومي لحقوق الانسان قال انا اخر وزير الاعلام. المجلس القومي لحقوق الانسان شكلوا على راسه شخصيه محترمه اللي هو المستشار حسام الغرياني والنائب بتاعه يعني جايبين من الوان واطياف مختلفه. خليني اقول انا ممكن اعترض على 2 و3 و4 و10 لكن في النهايه لازم يعلم ان دي مرحله وسيطه ستنتهي مع وضع الدستور. ستنتهي مع وضع الدستور لانه هيبقى فيه المجالس دي كلها هتتغير طبعا بعد الدستور. هيبقى في مجلس قومي لحقوق الانسان مستقل عن الحكومه. طب مجلس الشعب هيتغير بعد الدستور؟ لا دخل الحكومه في رقابته. ايوه مفيش مجلس شيوخ ولا مجلس نواب ولا مجلس شورى ولا مجلس شعب يكونوا بقرار منه. ايوه القضايا هذه القضايا ستنتهي. هتبقى في هيئه عليا لمكافحه الفساد برضه مستقله عن الحكومه. هتبقى في مجلس اعلى للتعليم، مجلس اعلى للصحه. علشان يبقى له اراء واضحه يعبر عن نبض الشعب. يبقى حاجه غير الحكومه. مفيش مجلس اعلى للفنون هو الحكومه هيبقى مصفق او للابداع. طبعا للابداع. يعني دي اتمنى ان حضرتك يعني تؤكد عليها للابداع يعني وللفنون. انا مش هاكد عليها. احنا خلينا نقول لو احنا عايزين المجتمع ده يتطور. أيوة. لازم نفتح مجال هائل للابداع لانه بكل بساطه فيش مجتمع بيعمل قفزات بدون ابداع. صحيح. والابداع يعني ايه؟ اصل احنا عندنا في تراثنا على سبيل المثال انه كل بدعه ضلاله. أيوة. كل ضلاله في النار بس. أيوة. كل بدعه في الدين. مش في الحياه. لكن البدع في الحياه اللي هو الابداع في الحياه هو ده اللي بيحقق القفزات. لانه الابتكار التغيير التخليق لافكار جديده. الابداع هو خلاف المالوف. أيوة. طول ما الناس ماشيه على المالوف عمرها ما هتتطور. أيوة. لكن لما يجي الواحد تطق في دماغه زي عباس بن فرناس حط في جناحين وطار واتكسرت رقبته بس ده غير في تاريخ الانسانيه. ايوه على فكره الحاج محمد سعيد بيقول الوزير محمد محسوب من الناس فعلا اللي تعرف ربنا وان شاء الله ربنا يوفقه. انا اعرفه نظيف محترم قلوبنا معاه ومع الانسان الدكتور محمد مرسي لسه بيقوله يا هادي. الحاج محمد سعيد من عين شمس الغربيه. سؤال مهم جدا واخير يا فندم من هاني عادل سرحان وما يقربليش وما اعرفوش والله. هو المستشار القانوني بالمملكه بيقول لحضرتك اتمنى ان يذاع هذا السؤال. انت تعلم ان عدم الدستوريه ستلاحق مجلس الشعب بانشاء دستور جديد. هيحصل ايه لمجلس الشعب بعد الدستور الجديد؟ وبمجرد موافقه الشعب على الدستور
واعلان رئيس الجمهوريه هذا الدستور للبلاد سيدفع بعدم دستوريه مجلس الشعب واعاده الانتخابات. سؤال مهم، هل سنرى اعاده انتخابات لمجلس شعب جديد بعد الانتهاء من الدستور؟ ايضا لم يحسن الدستور الجديد موقف رئيس الجمهوريه حتى الان، هل سيكون هناك بند لتحصين موقف رئيس الجمهوريه؟ لان وجود الدستور الجديد سيدفع بعدم دستوريه الرئيس الحالي، المتوقع ان ياتي الدستور الجديد بتحصين الرئيس بان يتمم مده الرئاسه الى 4 سنوات، وذلك لكي يترك المجال مفتوحا الى اي شخص يدفع بعدم الدستوريه على الانتخابات. نقطتين مهمين جدا وده سؤالنا الاخير. مجلس الشعب الاولاني اذا مجلس الشعب زي ما البعض بيشوف من وجهه نظره قد يعود بالتاكيد الانتخابات الدستور سيترتب عليه اجراء انتخابات جديده، وانا اعتقد بالتاكيد وانا اعتقد عشان كده يعني حتى لو رجع مجلس الشعب دلوقتي صعب انه يستكمل مدته لأسباب كثيرة. مجلس الشعب سيتغير، كلام مهم جدا جدا جدا. مجلس الشعب سيتغير اسمه وستتغير اختصاصاته وستتغير عدده. هيبقى اسمه ايه مجلس الشعب؟ هيبقى مجلس النواب. مجلس النواب مجلس النواب ومجلس الشيوخ. عظيم بس خبر ده حلو. مش بس كده، سيقتسم السلطة التشريعية مع مجلس الشيوخ. ايوه، وبالتالي في جزء من سلطته راح وسلطاته ستزيد. هنا بقى جوهري سلطاته الرقابية في مجلس الشعب القادم اللي هو مجلس النواب ستزيد. هيبقى من حقه طلب تقارير من جهات رقابيه متعدده علشان يستطيع ان يقوم بدور الرقابه. تعالي رئيس الجمهوريه بقى. يعني مجلس الشعب حتما ولا بد هتجرى انه هتعاد وتجرى اعاده الانتخابات. اعتقد ان قرار رئيس الجمهوريه اللي اسقط به الاعلان الدستوري بتاع 17 يونيو واستعاد به مدنيه الدوله كان واضح في تحديد الجدول الزمني الواضح للوصول الى مؤسسات منتخبه، وانا اعتقد هو ده الجدول الواضح قدامنا واللي سنصل اليه ان شاء الله. ان شاء الله. رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه خلينا نقول بالتاكيد اذا زادت سلطات الرئيس في هذا الدستور يجب اعاده انتخابه. عمل انتخابات جديده. يجب، ما نقدرش نحط نص في الدستور يحصن واحد زادت سلطاته وهو منتخب لتسع سلطات فبقت 10. الواحد الزياده ده ما فيش تفويض شعبي فيه، فده لازم يعاد تفتح انتخابات تاني. لكن لو بقيت سلطاته زي ما هي، لو بقيت سلطاته زي ما هي، زي ما هي، مش الشعب فوضه لاربع سنين وبقيت سلطاته زي ما هي، اهدر اراده الشعب ولا اقول في الدستور يستمر نهايه مدته؟ طب ما انتوا اللي بتكتبوا الدستور. طب خليني ما انا بشرح للناس عشان تبقى فاهمه دي النقاشات اللي بتدور داخل الجامعه. طب خلينا نقول سلطات رئيس الجمهوريه، طب لو قلت اللي هو يملك الاكثر يملك الاقل. كان عنده 9 سلطات بقى عنده 5 بس واربعه راحوا رئيس الوزراء. يستمر لبقيه مدته ولا نقول تعالى نعيد الانتخابات تاني؟ القضيه مش قضيه اعاده انتخابات. القضيه ما بين المقتضى القانوني والاراده الشعبيه، قيمه الاراده الشعبيه في الموضوع ايه؟ الاراده الشعبيه انتخبت هذا الرجل لاربع سنوات وانتخبته وفقا للسلطات. لو قلنا نمده 5 سنوات لازم الدستور يقول على ان يتم الرئيس مدته التي انتخب عليها باربعه بس مش هنديله 5. ما نقدرش نديله 5 وهي يبقى تجاوز للاراده الشعبيه. لو قلنا زياده سلطاته لازم يفتح انتخابات تاني. لكن لو سلطاته قلت او بقت نفس السلطات يبقى يبقى لمدته التي انتخب اليها. تبقى النص ده هو ده المنطق القانوني واضح تمام ومفيهوش تلاعب. حضرتك بقى كتبته خلاص انتوا الدستور وبتنهوا فيه، هتفضل سلطاته زي ما هي؟ ما جيناش للنقطة دي، أنا بتكلم على نقاشات يعني ما نعرفش هتزيد ولا لا. لا ده هتقل. هتقل. ما أحد يبقى الرئيس مرسي مستمر أربع سنوات. أحد الأمراض اللي عانت منها الدولة المصرية السلطات الواسعة رئيس الجمهورية. جزء من سلطات رئيس الجمهورية هتروح لرئيس رئيس الوزارة. فبالتالي السلطة في الدولة المصرية هيبقى نظام مختلط. الثانية هيبقى نظام مختلط موزعة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة والبرلمان. هذا المثلث هو الذي سيدير الدولة المصرية. ده مثلث مثالي على فكرة. الرئيس بدل ما كان مستحوذ على السلطة التنفيذية هيصبح حكما بين السلطات. ايوه. هيصبح لما يتخانق رئيس الوزراء والبرلمان الرئيس يتدخل عشان يصلح بينهم او يصلح بينهم او يحل مشكلته. حضرتك قلت لنا اشياء خطيره جدا، فهمنا منها دلوقتي تصريحات في منتهى الخطوره والاهميه ان النظام سيكون نظاما مختلطا باذن الله، يعني يتشارك فيه الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان. ايضا حضرتك قلت ان سلطات الرئيس سيتم تقليصها او يعني تقليلها، وهذا يعني بالضروره انه الرئيس هيستمر الـ4 سنين. ف
فإحنا كده يعني المحكمة تنورت. شكرا. دائما أبدا اللقاء معك يا سعد الدكتور معالي الوزير. أنا سعيدة أوي أن أقول لك معالي الوزير. خلينا في الدكتور. الدكتور أبقى. الدكتور أبقى. سعد الدكتور يعني أنا سعيدة جدا لتشريفك لينا النهاردة، وأنا عارفة أن مشاغلك كتيرة، بس أنا معاك على التويتر ومتابعاك، وأعتقد أن الملايين النهاردة كمان هتنضم معايا وأسئلة كتير. بشكرك، ويعني أتمنى أن اللقاء ده يتكرر، لأنك حضرتك من أكثر الناس شفافية وأمانة وصدق واحترام. أرجو أن الحقيقة وإحنا بنسعد بوجودك، لأننا بنعرف الحقيقة منك ما يدور في الغرف المغلقة اللي إن شاء الله هتفتح الأبواب، ومش هيبقى في حاجة يعني بتخفى عن الشعب المصري. بس بالمناسبة ما تنسوش الأموال المخفية والمنهوبة في الداخل. لا، ما احنا وسعنا اختصاصات اللجنه اللي بنشكلها. بقت الاموال المهربه في الداخل والخارج. ايوه احسن، في مخفيه كتير. وانا رايح بكره بعد بكره رايح الى الدوحه في اللقاء الدول الثمانيه الكبرى. ايوه، اللي بتساعد في رد الاموال عشان نشوفهم هيساعدونا ازاي. احنا عايزين نشوفهم هيساعدونا ازاي الشعب المصري في عرض مليار. شكرا. شكرا سعاده معالي الوزير. فرصه سعيده. وشكرا جزيلا. هرجع لكم بعد الفاصل. شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم.